تناولت مختلف الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء أهم مجريات الحملة الاستفتائية المتعلقة بمشروع تعديل الدستور بعد مرور أسبوعين من انطلاقها. الاستفتاء على الدستور مرحلة هامة لتشييد الجزائر الجديدة. هو تصريح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة الذي عنونت به يومية المحور، معتبراً الجزائر الآمنة والمستقرة هي الجزائر القابلة للنهوض في كافة المجالات. في نفس السياق جاءت يومية المجاهد بتصريح الفريق شنقريحة حول مشروع التعديل الدستوري، حيث أكد على أن الاستفتاء يعد مرحلة هامة سيواصل الشعب الجزائري قطعها بكل عزيمة وإصرار لتشييد الجزائر الجديدة. بتصريح وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة كتبت يومية المساء على صدر صفحتها: الدستور الجديد يكرس استقلالية الصحافة وحرية التعبير، حيث سيدعم المشروع جهود مهنيي الصحافة الوطنية. نفس العنوان جاءت به اليومية الناطقة باللغة الفرنسية لوجور التي تحدثت بلسان وزير الاتصال عن إصلاحات في قطاع الإعلام، مبرزاً أن وسائل الإعلام تمثل في مشروع الدستور الجديد شريكاً فعالاً لكل مؤسسات الدولة، وأن دورها محوري في مرافقة أهم المناسبات الوطنية. يومية صوت الأحرار تحدثت عن الحملة المكثفة التي ينشطها مسؤولو الأحزاب والتنظيمات، وعن المشاركة الواسعة للمواطنين، كما أجمعت تصريحات المنشطين حسب الجريدة على أن التعديل الدستوري يرسخ الهوية الوطنية ويكرس الحريات. جاءت جريدة الشعب بخبر إطلاق رئاسة الجمهورية موقعاً إلكترونياً خاصاً بمشروع تعديل الدستور، وذلك من أجل الاطلاع على مضمون المشروع وطرح أي سؤال أو توضيح بشأنه.